الإخبارية مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم. معرض الصحافة والذي نستهله كما جرت العادة بجريدة الشروق اليومي، والتي عنونت في صدر صفحتها الأولى أكيد جريدة الشروق اليومي واكبت الحدث، وهو تأهل الخضر إلى تصفيات مونديال قطر 2022. وعنونت في صدر صفحتها الأولى 180 دقيقة عن المونديال، الخضر يواصلون سلسلة الهزيمة ب 33 مباراة. وبالماضي يصرح بعد مباراة الخضر: المباراة كانت صعبة والتأهل لن يكون سهلا. يضيف بالماضي في تصريحاته: أرضية تشاكير السيئة أعاقت أداء اللاعبين. ورغم هذا سجل الخضر نتيجة إيجابية بتأهلهم إلى تصفيات مونديال قطر. في عنوان آخر تعنون الشروق في صدر صفحتها الأولى: نزول التمثيل في القوائم الانتخابية من المناصفة إلى 13%، وتراجع حظوظ النساء في المجالس المحلية والأمة. وجاءت تصريحات الأحزاب في هذا الصدد: جبهة المستقبل لدينا برنامج متكامل، أما الأرندي فصرح نطالب بقوانين لحماية المنتخب، أما جبهة البناء نطالب التطبيق الفوري للتعريب، أما جيل جديد فصرحت نملك مشروع مجتمع. إذن في تفاصيل جريدة الشروق اخترنا لكم التفصيل في هذا المقال الذي جاء في الصفحة الرابعة للجريدة: مدارس تغرق في المياه وتسريح بالجملة للتلاميذ، اعتصامات أمام مديريات التربية الولائية في 22 من نوفمبر القادم. قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية التصعيد وعدم العودة إلى الهدنة قبل تلبية المطالب المطروحة، إذ تمت دعوة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى المشاركة بقوة لإنجاح الاعتصامات المقرر تنظيمها في 22 من نوفمبر الجاري لرد الاعتبار. وجاء مشاهدينا في تفاصيل هذا المقال: بالمقابل اضطر مديرو المؤسسات التربوية إلى تسريح التلاميذ وإعفائهم من الدراسة بسبب تسرب المياه إلى الأقسام التربوية في ظل التهاطل الكثيف للأمطار عبر ولايات الوطن. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الكنابس للشروق بأنه في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية وسوء الظروف المهنية والصحية واستمرار تدهور القدرة الشرائية، وبعد تدارس الوضع ومتابعة المستجدات فقد تقرر التصعيد، حيث أقر المجلس الوطني تنظيم اعتصامات ولائية أمام مقرات مديريات التربية للولايات بتعبئة ومشاركة واسعة للأساتذة والأستاذات في 22 من نوفمبر الجاري بدءا من الساعة 10 صباحا. أكيد تفاصيل هذا المقال مشاهدينا تجدونه في جريدة الشروق اليومي في صفحتها الرابعة. اخترنا لكم في جريدة الشروق أيضا لنهار اليوم الأربعاء 17 من نوفمبر 2021 هذا المقال في الصفحة الثالثة، والذي يقول: تراجع نسبة المشاركة في القوائم من المناصفة إلى 13%، وحصة النساء تنكمش في خارطة المجالس البلدية والصينة. تراجع تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المنتظرة بتاريخ 27 من نوفمبر الجاري من المناصفة إلى نسبة 13% حسب معطيات تحصلت عليها الشروق، ما يرهن مشاركة الجانب النسوي في الحياة السياسية مستقبلا، وفق متابعين حذروا من انكماش مقاعد النساء في المجالس البلدية وحتى في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المنتظرة نهاية السنة الجارية، ما ينبئ ببرلمان ومجالس منتخبة من دون نساء في الأعوام المقبلة. وفي تفاصيل المقال مشاهدين جاء:
بدخول الحملة الانتخابية للمحليات أسبوعها الثاني بدأ واضحا تراجع نسبة التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، وهذا رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركتها 13% حسب مصادر الشروق من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول أسباب تقلص وجود العامل النسوي في القوائم الانتخابية ومدى تأثير ذلك على مستقبلها. أيضا مشاهدينا، تفاصيل هذا المقال أعيد وأذكر تجدونه في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق اليوم في عددها لنهار اليوم. نمر وإياكم إلى جريدة البلاد، والتي رافقت جريدة الشروق في عنوانها في صدر صفحتها الأولى: الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر، الخضر يتأهلون إلى المقابلة الفاصلة. شكرا أيها الأبطال، بالماضي نستحق التأهل للدور الفاصل، حققنا الأهم والحمد لله. أيضا في عنوان فرعي دائما في نفس العنوان: الخضر يبلغون المباراة 33 دون هزيمة والحمد لله. أيضا تعنون جريدة البلاد في التربية الآن: نحو تعديل مواضيع البكالوريا شكلا ومضمونا. أكيد كان هذا تصريح وزير التربية بالعابد، تشخيص الاختلالات والصعوبات التي تميز الأسئلة. أكيد وزارة التربية تباشر عملية تقييم واسعة للقطاع، ونحو رفع التجميد عن فتح مدارس تعليم السياقة، هذا ما عنونته جريدة البلاد على رأس صفحتها الأولى في مجال النقل. إذن مشاهدينا إلى جريدة النصر، والتي عنونت هي الأخرى على رأس صفحتها الأولى: مختصون يحذرون من استهلاكها، أصحاب 60 يعمدون لتسويق حمضيات غير ناضجة بأسكيكدا. أما في صدر صفحتها الأولى فخصصت جريدة النصر حيزا كبيرا كما تشاهدون لتأهل الخضر، تصفيات كأس العالم لـ 2022 الخضر يبلغون مرحلة السد. أيضا في نفس الجريدة مشاهدينا وفي عنوان فرعي: قسنطينة نحو استرجاع أوعية عقارية غير مستغلة بعلي منجلي، ومختصون في ندرتي: لهذه الأسباب تأخر البحث العلمي في الجزائر. إلى مشاهدينا جريدة المساء لنهار اليوم الأربعاء 17 من شهر نوفمبر 2021. إذن جريدة المساء هي أيضا عنونت: المحاربون يتأهلون للمباراة الفاصلة والرئيس تبون يهنئ، إلى المونديال يا أبطال. وبالماضي يصرح بعد مباراة الخضر: بالماضي نستحق التأهل والمهم أن الهدف تحقق. أكيد في كل مرة تكون هناك مباراة للمنتخب الوطني يكون الحدث كروي 100%، وهذا ما نلمسه الآن في عناوين الصحف. إذن الجزائريون يحتفون بالنصر، وعراس في البيت والشوارع. وعنوان آخر لجريدة المساء: لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع لمقترحات 34 فيدرالية مهنية، ومحاربة الترابندو بفتح 51 ألف محل مغلق. أيضا في جريدة الشروق وزير الاتصال أو جريدة المساء أقول عفوا مشاهدينا: وزير الاتصال مواصلة جهود النهوض بالإعلام الوطني، واخترنا لكم هذا المقال من جريدة المساء اليومي، هذا المقال ذات الطابع الاقتصادي: فيما وافقت على إلغاء الضريبة على الفلاحة، لجنة المالية بالبرلمان تتمسك بعدم اعتماد الدعم الموجه
حاليا. تمسكت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التكميلي الذي اطلعت عليه المساء بضرورة عدم التوجه لرفع الدعم الاجتماعي وتوجيهه للأسر المؤهلة عبر تحويلات نقدية في الوقت الراهن، داعية إلى إرجاء تفعيل المادة 187 التي تنص على هذا الإجراء في مشروع قانون المالية 2022 إلى حين توفير الدولة الميكانيزمات اللازمة. فيما قبلت اللجنة إلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي الواردة في المادة 14، مع الإشارة إلى أن المسألتين المذكورتين سيتم الفصل فيهما اليوم في جلسة التصويت على نص المشروع من قبل النواب. أكيد تفاصيل هذا المقال مشاهدينا تجدونه في الصفحة الثالثة من جريدة المساء اليومي. اخترنا لكم أيضا من جريدة المساء اليومي هذا المقال الذي جاء في صفحتها الخامسة. لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع ل 34 فيدرالية مهنية واقتراح فتح 51 ألف محل مغلق لاستقطاب التجارة الموازية. هذا جاء في المقال الذي اخترناه لكم من جريدة المساء، حيث استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتخطيط والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني أمس إلى انشغالات 34 فيدرالية مهنية منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والتي تمحورت أهم مطالبها في فتح 51 محل مغلق لاستقطاب 50% من التجار الناشطين في السوق الموازية، مع المطالبة بتخفيض الضرائب من أجل تعزيز مداخيل الخزينة العمومية وكل من صندوق الوطني للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، مع رفع العراقيل البيروقراطية وترقية الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق المنتجات لا سيما الذهب. أكيد تفاصيل هذا المقال مشاهدينا تجدونه في جريدة المساء اليوم في صفحتها الخامسة. نصل الآن إلى جريدة الخبر اليومي. العمامرة عرض معالمها في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي رؤية جزائرية جديدة لمحاربة الإرهاب. أيضا الخبر تعنون بالبند العريض في صدر صفحتها الأولى، شكرا لكم يا أبطال، وكعنوان فرعي الجزائر تتأهل إلى الدور الحاسم في تصفية مونديال قطر 2022، وتصريحات بلماضي بعد المباراة، لو كان بلوغ المونديال سهلا لما تأهلنا 4 مرات فقط. إذن كان هذا مشاهدينا كل ما لدينا بالنسبة لمعرض الصحافي نهار اليوم. كما شاهدتم لا حديث في الجرائد سوى عن تأهل الجزائر إلى الدور الحاسم في تصفيات مونديال قطر 2022، فهنيئا للمنتخب الوطني. نهاية معرض الصحافي.